مساء الخير عليكم. اش غنقول لك سيدي، رانا فرحانه بزاف لان هذا المهرجان هذا كيبان لي بانه واخد طريقه الصحيح ان شاء الله، لان مادام وصلنا للدوره الثامنه الا وحنا غاديين ان شاء الله في طور العالميه باذن الله. يعني ملي وصلنا باش يجيو فرق خارج يعني فرق الوطن، وفوق لالا مجده اليحيوي، لالا رحوم البقالي اللي غانيه على التعريف، لالا فاطمة الزهراء خشابي، مجموعه الحضارات الصويريات، فرقه نتاعت لالا امينه طيباوي، والحمد لله يعني اش غنقول، يعني دعم كبير لهاد الفرق هادو، وغادي ان شاء الله يشجعونا للدوره التاسعه باذن الله، والجمهور والناس ديالنا اللي ضاربين الطرقان من باش غنقول من الرباط من سلام من طنجه من يعني من المغرب كله، وباش نزيدكم جايين حتى من خارج المغرب متصوفات كيجيو عندي لذاك يعني لذاك المركز نتاعت الموسيقى الروحيه اللي كاين على 30 كيلومتر في الصويره، كيجيو عندي متصوفات من جميع انحاء المغرب، وها هما حاضرين معنا في هذه الليله المباركه المسعوده. ومهرجان الحضراره الحمد لله، الحضراره تراث عريق نتاعت البلاد، شي حاجه اللي خصها ما تموتش. الحمد لله عندي بنات صغارات اللي قابتين المشعل، وغادي يزيدوا ان شاء الله باش هاد التراث ما يموتش. هذا هو الهدف ديالي انا في الحياه. الميزه ديال هاد الدوره الثامنه هادي وهو كيبان بان ان شاء الله غادي للامام، لان غادي كاينين المعارض وكاينين الندوات وكاينين كي كنقولوا ورشات مع دوك الاجنبيات اللي كاينين هنا، كاينين ورشات يعني نتاع التصوف نتاع الكلام نتاع الدفوف ديالنا ونتاع جميع المسائل اللي غادي بهذا الشيء ان شاء الله لقدام. هذا الشيء هو اللي كيفرحنا والحمد لله وشكرا. خديجه بوسافو، مديره العلاقات العامه والتواصل بمهرجان الحضره النسائيه وموسيقى الحال بمدينه الصويره. حنا اليوم كنعيشوا افتتاح فعاليات الدوره الثامنه من هذا المهرجان اللي كتنظموا جمعيه الحضارات الصويريات بمدينه الصويره. في هذا المهرجان كنهضروا على اولا كنحتفيو بالحضره النسائيه اللي عندها طابع خاص، اللي عندها طابع خاص في التصوف في الروحانيات في كل ما هو يعني فن وتراث ديالنا ديال البلاد ديال المغرب بصفه عامه، وديال الصويره بصفه خاصه. الحضره هي تراث اصيل من التراث المغربي، والحضره الصويريه عندها واحد الطابع خاص لانه كتجلى في واحد العلاقة ما بين النساء اللي كيكونوا حاضرين في واحد الجلسة اللي كيستحضروا فيها وكيذكروا فيها الله وكيصليوا على النبي وكيتشاركوا فيها داك الاوقات ديال السعاده، وكيتشاركوا فيها كيفرغوا فيها ديك الطاقه السلبيه وكيفرغوا فيها الهموم ديالهم، وكل شيء هذا الشيء بالذكر ديال الله، وكل شيء هذا الشيء بالصلاه على النبي. والحمد لله اللي كاين عندنا هذا التراث هذا اللي كينمي واحد العلاقه انسانيه ما بين الجيران، ما بين العائله، ما بين دابا مع التطورات اللي كاينه عندنا في الساحه الفنيه وفي الحياه اليوميه ديالنا. بغينا نستحضروا هاد العلاقات عن طريق الحضره، لانه كانت على وشك الاندثار،
وكان هذا هو الهدف ديال جمعية الحضارات الصويريات، أنه تحافظ على هذا التراث هذا اللي عنده واحد التاريخ دياله طويل، وبغينا الأجيال القادمة يحملوا هذا المشعل هذا. كما غادي تشوفوا معنا اليوم في حفل الافتتاح، غادي تشوفوا المجموعة ديال الحضارات الصويريات اللي كتدمج ما بين جيلين، ما بين الجيل الثاني ديال الحضارات ديال مجموعة الحضارات الصويريات والجيل الثالث ديال شابات اللي لبوا الدعوة بصدر الرحب ديال انهم يجيو ويشاركوا حتى هما في هذا الحفاظ على التراث الغالي واللي عزيز علينا. وشكرا. الخير مجدة الحيوي، مغنية فن الملحون، واليوم حاضرة بمدينة الصويرة، مدينة الرياح موغادور الجميلة، مدينة الثقافات والتعايش الديني. مدينة في الحقيقة هي أولا هي بوحدتها عزيزة على قلبي، يعني مدينة الحال، مدينة الموسيقى والفن والثقافات. بدعوة كريمة من السيدة الحاجة لطيفة رئيسة جمعية أو مهرجان الحضارات النسائية وموسيقى الحال، في الحقيقة ما ترددناش في المجيء، لأنه أولا تشجيعا لها، لأنها سيدة تعشق هذا التراث وتحافظ عليه يعني بشكل صادق. و هذه المسألة يعني مسألة الحفاظ على التراث بالنسبة لنا حنايا مسألة مقدسة، لأنه يعتبر جزء، يعتبر هويتنا الثقافية التي نخشى عليها من الضياع. فلهذا السبب شخصيا أنا بشكل شخصي أساند كل من يحافظ على التراث، كل من يهتم بأغانينا القديمة واللي توارثناها على الأجداد، وبغيناها من خلال التوثيق ومن خلال الموسيقى ومن خلال المهرجانات أنها تبقى حاضرة، وأننا نعطيوها نمرر الرسالة للناشئة والشباب والجيل اللي طالع. فلهذا تنشكرها من القلب على كل المجهودات اللي كتبذلها في سبيل أنها نعيشوا هذه الأجواء. ثاني شيء، وكيف ما شرت قبل قليل المسألة، يعني إحنا يالله احتفلنا بالاعتراف اليونسكو بالفن الملحون كتراث لا مادي، وهذا إنجاز وحدث كبير فرح كل ممارسين في المجال وطبعا كل عشاق فن الملحون. واليوم هذا أول حفل لي مباشر مع الجمهور، وأنا في قمة السعادة ديالي، لأنه تجمعوا عدة عوامل. أولا تواجدي للصويرة مع أهل الصويرة، والاعتراف اللي خديناه مؤخرا من منظمة اليونسكو. فهنيئا لكل المغاربة من خلال منبركم الجميل، تنهني كل المغاربة وتنهني كل عشاق فن الملحون، وتنهني كل من يعشق الموسيقى المغربية بشكل يعني بشكل عام. يعني من طنجة للقويرة عندنا واحد الغنى واحد الثراء كبير في المجال الموسيقي، ولهذا أنا كنقول اليوم في يعني شهر 12 آخر شهور سنة 2023، تنقول هذا 2024 دخلت علينا بالصحة والعافية وبالخبر الجميل صار اللي اليوم تنعيشوا أطواره من خلال يعني كل هذه الاحتفاليات اللي كانت مقامة في المغرب. شكرا لمدينة الصويرة وأهل الصويرة، وشكرا للإعلاميين اللي حاضرين معنا، وكنشكركم طبعا على تغطيتكم هذا الحدث الجميل والمتابعة لكم للمهرجان هنا بمدينة الصويرة. Thank you.
الله.